الجديد يا ديرة العز الجديد وديرة العز الجديد كتبنا ما كتب من أغاني ومن قصي لو كتبنا ما كتب من أغاني ومن قصي ما يوفي بعض حبك يا قطر يا قطر ما يوفي بعض حبك يا قطر يا قطر ويا قطر يا ديرة العز التليد وديرة العز الجديد بالحب وجنحة السلام أهلك الناس الكرام رفرفي بالحب وجنحة السلام أهلك الناس الكرام وانت عال الحرب داعي تبغ الصوت الجماعي أحبتنا عبر شاشة تلفزيون قطر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله صباحكم بالمحبة والمودة مع بداية يوم جديد على الخير يجمعنا وياكم عبر هذه الشاشة في برنامج في الضحى صباح الخير يا حسن صباح النور يا أسماء أعزائنا المشاهدين أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير حلقة جديدة ويوم جديد ومواضيع جديدة وأيضا نقلات جديدة من مواقع مختلفة في الدولة أرجو أن تنال رضاكم واستحسانكم وأيضا أن تعمل فائدة على الجميع أسماء شو كان يومك؟ الحمد لله رب العالمين أصبحت بصحة وعافية وتوكل على رب العالمين مثل كل يوم والجميل أيضا أحبتنا اليوم وكل يوم مشاركتكم ويانا ليس فقط من خلال مشاهدتكم للبرنامج بل أيضا من خلال سؤال حلقتنا اللي كل يوم نطرحه عليكم جميل. واللي يواكب إحدى مواضيع البرنامج طبعا يمكن سؤالنا اليوم راح يكون مختلف ولكن أتوقع راح يكون له مشاركة كبيرة من قبلكم أعزائي المشاهدين خاصة هنتكلم عن شيء له علاقة بيننا وبين أبنائنا بيننا وبين المحيطين فينا سواء هي زوجة هي ابنة هي أخت هي هو ابن هو علاقة ترابطية بيننا وبين بعض ولكن العلاقة هذه محتاجة إلى نوع من التركيز أكثر سؤالنا اليوم يقول هل تؤيد مراقبة الأهل لاستخدام الأبناء لمواقع التواصل الاجتماعي؟ أسماء قبل أن نبتدي الحلقة كنا قاعدين حسن وكنا ننتظرك وكنت قاعدة مع مجموعة البنات من فريق العمل ونتكلم في هذا الموضوع طيب. في منهم الأمهات وفي منهم اللي طبعا ما جربوا موضوع الأمومة فحبيت أخذ موضوع هذا الموضوع من مبدأ الأم شلون تتعامل مع بناتها أو عيالها في موضوع المراقبة لاحظت أن الكثير منهم مأيدين موضوع المراقبة لكن من غير ما ينتبه الابن شوف يا اسماء الموضوع هذا قلت لك هو حساس شويه لان لو الابن حس ان في مراقبه من الاب والام ومراقبه مباشره راح يكون في هناك توتر في العلاقه بينهم ولكن دائما انا اقول لا تراقب ولكن تابع لا تراقب لا تحس انه قاعد في مراقبه وكذا لكن تابعه وخليك جالس جنبه وفهمه ترى انا موجود يعني لو عملت أي شيء خطأ ترى أنا موجود لأن في نقطة يمكن الكثير من الأبناء يقولونها لأهاليهم ليش تتجسس علي ليش ما تعطيني حريتي عطني مساحتي من الحرية تبي تراقب لو تسألني أنا إيش قاعدة أشوف بقول لك إيش قاعدة أشوف لكن حلو من الأهل مثل ما قلت حسن أنهم يراقبون بس من غير ما يشعرون تابع. عيالهم تابع ولا تحس بالتجسس لأن أنا في الآخر ممكن أوصل رسالة ترى أنا في الآخر صديق لك أنا رفيق لك أنا ممكن أنزل لمستواك وأنزل لفكرك وجميل أنت أيضا من خلال متابعتك لمواقع التواصل الاجتماعي اللي يدخلها ابنك حتى تعرف مستوى تفكير ابنك وين وصل
ممكن يكون ابنك فعلا بدا يعني ممكن تكتشف حتى نبوغ ابنك في مجال معين، قد يكون هو مثلا مركز على نفترض مثلا على التصميمات وعلى الشغلات هذه، ممكن يكون هو ذكي جدا في الالعاب الالكترونيه وشاطر ونابغ، ممكن دخله في مسابقات عالميه راح تكتشف بالتاكيد من خلال حسابات الابناء البنات في نفس الوقت. ممكن ان انت يعني تنتبه لامر ما كنت واعي له، ممكن تنتبه ان ولدك عنده حس جميل في الكتابه، ممكن ايضا في التصوير اذا كان من محبين برنامج الانستغرام، امور كثيره صحيح. حسن بس لو الاهالي يعطونها عين الاعتبار وينتبهون لها ويعطون هذه النقطه اهميه كبيره راح ينتبهون لعيالهم ومواهبهم. شوفي هو 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 طبعا موضوع قلت اليوم جدا حساس، وهو يعني هي تعتبر عن تعتمد على العلاقه وقوه العلاقه بين الاب والابن، بين الام والابنه، بيننا كلنا جميعا كاسره واحده، لذلك الصداقه هي مطلوبه منا. تحذير الأبناء وتنبيههم عن موضوع التصوير، وخاصة إذا فتحت الكاميرا بدون ابن ما يشعر وقاعد يصور البيت أو يصور نفسه وما يدري، ساعات تدرون يعني ساعات يضغط زر أو كذا تفتح الكاميرا. النقطة الثالثة وهي الأهم، أن أنا ما بعد، طيب أنا الحين قعدت وشفت، هل أسكت؟ لأن أنت مش دائما ابنك يكون دخل في مواقع خاطئة، لا ممكن يكون فعلا دخل في مواقع إيجابية، مش شرط تكون سلبية، قد يكون مثل ما قلت يا أسماء مطلع بيكتب فكرة، فتح مثلا في مجال معين قاعد يبدع فيه، يعني مش شرط أن أنا متابعتي لابني عشان ها وين دخل شو تسوي ها شايفك صيتك، لا ممكن أيضا أعزز فيه بعض القيم، لا يبا ما شاء الله عليك وين دخلت الموقع ما شاء الله وايد حلو خليني أدخل معاك زيك عطني أشوفه، وتبتدي تشارك مع ابنك أخذ وعطى، هنا الابن راح يحس بأمان وراح ومستحيل أنه يخطئ طالما حس وجودك معاه وقاعد تعزز فيه ومشاركته وقاعد تعزز فيه الإيجابية، تأكد أنه مستحيل يدخل السلبية حتى لو فكر بيتراجع. نعم، وأيضا حسن في نقطة مهمة، موضوع التوجيه يكون بطريقة سليمة، يعني لا توجهون وكأنكم تأمرون هذا الابن أو هذا الطفل في موضوع استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي، إذا ما كان عندكم الطريقة السليمة اللي بإمكانكم أنكم توجهون من خلالها عيالكم، مش عيب ولا غلط أن أنتم تتوجهون لأهل الاختصاص اللي ممكن يعطونكم النقاط أو المعايير اللي من خلالها ممكن تتوجهون عيالكم. جميل. تابعوا الناس الاختصاصيين جميل. في هذا الموضوع. لذلك أعزائي المشاهدين الموضوع هذا جدا مهم، وأنا لا أقول لكم تجسسوا على أبنائكم ولا ترغبونهم، ولكن تابعوهم، والمتابعة تكون من خلال مصادقتهم والتقرب منهم ومشاركتهم أيضا مثل ما ذكرت أختي أسماء. أعزائي المشاهدين راح نستقبل مداخلاتكم أيضا، كل تفاعلكم مع هذا الموضوع عبر السوشيال ميديا من خلال الفيسبوك وتويتر والإنستغرام. هل تؤيد مراقبة الأهل لاستخدام الأبناء لمواقع التواصل؟ أعزائي المشاهدين ابقوا معنا، وراح إن شاء الله نعود لكم بعد أقل من ثواني. لحظة إنزين، لأن عندنا بعد مجموعة من الأخبار الجميلة، تابعونا. نبتدي أولى أخبارنا في جولة الأخبار مع جريدة العرب. الأمير يشارك في القمة التشاورية بالرياض. شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في اللقاء التشاوري 15 الذي عقد بقصر الدرعية بمدينة الرياض ظهر أمس. وأيضا ننتقل إلى خبر ثاني وخبر جميل، وكان أمس صراحة حديث المجالس وحديث الساعة. الأمير الوالد قطر كعبة المضيوم ومنارة للتعليم والعلوم، حيث شهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حفل تكريم دفعة 2015 من طلاب المدينة التعليمية، وذلك مساء أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وألقى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الخريجين، وأكد خلالها أيضا على أن التعليم هو الثروة الحقيقية لأي دولة، وأن قطر ستبقى دائما كعبة المضيوم، علاوة على أنها اليوم أيضا منارة للتعليم والعلوم. جميلة هذه العبارة، أن التعليم هو الثروة الحقيقية لأي بلد، هذا دليل اهتمام القادة في دولتنا الحبيبة قطر بموضوع التعليم بشكل كبير، لأن من خلال التعليم راح يتم تنشئة هذا النشء بشكل صحيح وجيد. طبعا احنا نبارك لكل من تخرج يوم أمس. نعم. ونقول لهم طبعا ألف مبروك، والطريق بدأ، لم
ينتهي، الطريق بدأ الآن قدامكم، مشوار طويل لتحقيق كل رؤية وضعها سمو الأمير الوالد أو حتى سمو الأمير المفدى لقطر القادمة إن شاء الله وبقوة في المحافل الدولية. تأكيد. ننتقل إلى جريدة الشرق. رئيس الوزراء: التنويع يعزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية. أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التقلبات والصدمات الخارجية وتطوير القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته تستدعي منا الاستمرار في نهج التنويع الاقتصادي الذي تبنته وتصر الدولة على تحقيقه وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستند أصلا على رعاية واهتمام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه منتدى الاقتصاد الكلي السنوي 2015. ومنها إلى جريدة الشرق أيضا، هناك في خبر آخر في نفس الجريدة، الخبر يقول: ودام تفتتح 3 منافذ لبيع اللحوم في القطيفية وروضة قديم والثمامة. حيث افتتحت شركة ودام الغذائية منفذ ودام لبيع اللحوم فرع القطيفية اليوم الكائن بمنطقة القطيفية، وتبعه افتتاح فرع في روضة قديم وفرع الثمامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الشركة لاستراتيجيتها نحو التوسع في السوق المحلية. وقد حضر الافتتاح كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وممثلين عن بلدية الدوحة وعدد من الضيوف الكرام. حسن، لما نسافر وننزل من الطيارة وننتظر شنطنا، أكثر شيء نحاتيه أن الشنطة مثلا تمر قدامنا أكثر من مرة وإحنا ما ننتبه لها من كثر الشنط، أو تضيع، أو تضيع الشنطة أو نسيناها في المطار هناك لحمة في مطار الدوحة وصلنا لندن. طيب تتوقع أن الخبراء واللي يحبون دائما يخترعون أشياء جديدة اكتشفوا شيء يحل لنا هذه المشكلة؟ جرس. جرس؟ ايش هالجرس؟ تنق تنق تنق. طيب وذهية بعيدة؟ كم بسمع؟ أو بالريموت من بعيد الشكل تطلع يطلع لك صوت عشان تعرف شنطتك. لا تحط الوان، ما تحط لزقة أو شيء. في بعضهم ياخذون شنط الفسفورية عشان على طول تعرف شنطتك. أو أكتب اسمي، أكتب رقم تلفوني. رايح الحج. وش دراني؟ أيوه. أحبتنا حقائب ذكية، تعمل شركة تكنولوجية بالتعاون مع شركة حقائق على تطوير حقائب سفر ذكية، من المنتظر أن تكون سهلة الشراء ومتوفرة على نطاق واسع حول العالم عن طريق تزويد حقائبهما الذكية بمجموعة من المميزات التي تسمح بتحديد أماكن تواجد الحقائب. يعني لو نسيت شنطتك بتعرفون مكانها، تتعقب مكانها في حالة فقدانها باستخدام تقنية GPS. من المنتظر أن تحصل الحقائب كذلك على ميزة إرسال تنبيهات مختلفة إلى أجهزة مستخدميها المحمولة، مثل تنبيهات للحماية من السرقة وتحذيرات عند الابتعاد عنها. خطيرة والله، فكرة حلوة، ونتمنى أن فعلا تنفذ، لأن وايد شنط تضيع. شنط مجوهرات حلوة، المجوهرات، شنط ساعات، شنط والله تضيع حتى الثياب، يعني بس المجوهرات. تعال عوضوني، شري بمليون ويعوضونك 75,000. شو شنطة بمليون؟ أعزائي المشاهدين، المثلجات، الأيس كريم، الأيس كريم، صداع المثلجات، صداع المثلجات، انتشار نكهة المثلجات أثناء الذوبان على اللسان إحدى أكثر المتع في حياة المرء. ولكن يصاحب تناول ملعقة من هذه المتعة المثلجة خطر يسمى تجمد الدماغ، وذلك بسبب احتساء مخفوق اللبن إلى التي تتناول من المثلجات ببطء، حيث اعترفت الجمعية الدولية للصداع رسميا بالحالة الناتجة عن هذه الأغذية الباردة حسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل. وتصف الجمعية الحالة بأنها صداع ناتج عن ابتلاع أو استنشاق محفز بارد، ونتيجة لذلك فإن اسمه الرسمي هو صداع المحفز المجمد. يعني ما في شيء يكمل حلو على طول. لكن الايس كريم راسك يعورك. أيوه. كانت ما ادري شنو ضرسك يعورك وتمرض، وان أيوه. رحت ما ادري اكلت سمك وقال لك السكر هاي الاملاح ارتفعت. اعتدل في كل شيء. الوسطيه. اي الوسطيه في كل امور الحياه. هذا الاهم فعلا. حسن، هل ممكن نربط موضوع الثراء بالسعاده؟ الثراء بالسعاده؟ مش دائما، مش دائما. نسب. اي في نسب مختلفه. هذه النبتة على موضوع الثراء والسعادة ممكن نتكلم فيها من هذا المنطق، نبتة نادرة طريقك لتحقيق السعادة والثراء في نفس الوقت. شيرة هاي ولا جو نبتة؟ نبتة
موجودة يعني؟ في مكان معين راح أقول لك وين. كشف موقع مترو الإنجليزي عن نبتة نادرة نموها يعد دليلاً على احتواء التربة على معدن الألماس مدفوناً أسفلها. أفاد الموقع بأن أبحاث أجريت بجامعة فلوريدا الأمريكية أكدت أن هذه النبتة التي تدعى بانادوس لا تنمو إلا فوق تربة الحمم البركانية التي دائماً ما تكون بيئة جيدة لاحتضان معادن الأرض النفيسة. أكد الموقع في تقريره أن هذه النبتة أصبحت تمثل دلالة على تحقيق السعادة والثراء لمن يجدها. يعني لما تشوف هذه النبتة تعرف أن تحتها المادة أو المكان اللي يكون فيه الألماس. زي بقول لك شيء، احنا استضفنا فنانين صح؟ والفنانين دائما يقول لك انا قاعد في مكان قاعد ارسم وكذا، ويستخدم الفرشاه ويستخدم الحبر ويستخدم الالوان وما الى ذلك. هالمره عاد في اختراع جديد، واختراع صراحه انا اعتبره ذكي جدا وموجه لبعض الفئات من الناس. يعني في توعيه؟ اي وايد حلو. يقول لك حبر من رئه مدخن، تخيلي. اي والله حبر، حبر مخذين من رئه مدخن، يعني شوف السواد اللي طيب صارت. الحبر بالعاده اسود او ما هذا هو بسبب الدمار اللي حصل في جسم الانسان، الرئه هذه صارت لونها اسود، بدل ما تكون لونها بالاحمرار او لون العنابي اصبح لونها اسود. يقول لك الخبر تعاونت مؤسسه تايلانديه مهتمه بالصحه مع كليه الطب في احدى جامعات بانكوك لاستخراج ماده سوداء من رئه مدخن متوفى وتحويلها الى حبر اسود. جاء ذلك خلال حملتها الإعلانية للتوعية بأضرار التدخين وتشجيع الناس على ترك هذه العادة السيئة. تمت تعبئة الحبر الأسود في زجاجات وتوزيعها على الأماكن العامة حتى يستخدمها الفنانون والخططون لخلق صور ورسائل تحث المواطنين على الإقلاع عن التدخين. وايد حلوة هذه فكرة الطريقة، فكرة حلوة والله وإيجابية يعني وموجهة أنك تحس أن هذا الحبر من رئة شخص مدخن، ورسالة أن تشوف إيش سوى التدخين في الرئة وشون دمرها. ممكن يكون تحذير قوي، يعني هذه الفكرة يمكن يشمئز منها البعض، لكن لو تفكرون فيها الحبر موجود في رئة شخص مدخن، لذلك راح يكون في وعي أكثر بالنسبة للناس. صحيح. والمدخنين، وإن شاء الله يكون عندهم الوعي والإرادة من الحين أنهم يتركون التدخين إن شاء الله. وين الحين عندنا شيء أعتقد؟ الحين راح يكون عندنا فاصل، فاصل صغير. أيوة، وبعد أحبتنا راح نبتدي مشوار حلقتنا ومواضيعنا، أبقوا معنا. يلا عودة لكم أعزائنا المشاهدين، وعودة لبرنامج في الضحى، وعودة أيضا للمبادرات المدرسية الإيجابية. أسماء، يمكن نشوف بعض المدارس مثلا تعمل حفلات للبنات المتفوقات، صح؟ صحيح. طيب البنات المتوسطات أو طلبة خلينا نسميهم بشكل عام اللي عندهم متوسط التحصيل، شو الحل معاهم؟ نحفزهم، نعطيهم حافز من خلال التشجيع، من خلال الكلام الطيب، من خلال إعطائهم أمثلة إيجابية. حلو حلو. أعزائي المشاهدين، مدرسة حليمة السعدية الابتدائية المستقلة للبنات ركزت على الفتيات اللواتي يعانين من التحصيل الدراسي المتدني والمتوسط. حاولت علاج سبب الضعف وأطلقت مسابقتها. اليوم نتعرف أكثر على هذه المسابقة من خلال زميلتنا شوق النقدي وضيفتها بالمدرسة. نشوف مع بعض هذه الرسالة اليومية. تفضل يا شوق. بداية طبعاً يسعد صباحك زميلي حسن، زميلتي أسماء، مشاهدينا وين ما كنتم حياكم الله. حالياً احنا متواجدين في مدرسة حليمة السعدية الابتدائية للبنات، أكيد انسلط الضوء حول المعرض أو اللي قاعد يقومونه، هي المسابقة العلمية نحو التميز. فللحديث أكثر حول هذا الموضوع طبعاً يسعدنا تكون معنا صاحبة الفكرة أكيد الأستاذة روضة الراشد. حياك الله معنا في برنامج في الضحى. الله يحييك. طبعا بدايه حابين نشكركم على هذه الجهود، على هذه الافكار الرائعه فعلا اللي تحفز من طلابنا على انهم يجتهدون اكثر في جميع المواد. لكن بدايه حابين نقول حق مشاهدينا شلون جات هذه الفكره واهم اهدافها. اولا يعطيكم العافيه، اشكر لكم حضوركم ومتابعتنا اول باول. معاكم اخصائي تعليم مبكر رضا الراشد. الهدف من هالفكره نبعث لان احنا نبغى نرفع مستوى تحصيل الطالبات من المستوى المتدني للمستوى العالي اللي هو المتفوقين. فطرحت لنا هالفكره ان احنا نعرضها، نختار مدرسه من المدارس وهي مدرسه حليمة السعديه، على اساس ان احنا نرفع مستوى الطالبات من المستوى المتوسط للمستوى العالي. طبعا جهدي مو بالحالي، جهد المدرسه كلها كامل، جهد فريق العمل اللي معي.
حلو طبعا احنا قاعدين نقول انتم الشيء المميز انكم ما اخترتوا الطلبه المتفوقين علميا، اخترتوا متوسط صحيح؟ صحيح، لان المتداول دائما ان المسابقات العلميه يختارون الطالبات والطلاب المتفوقين، احنا هالمره لا اخترنا المستوى المتوسط. ليش؟ لان احنا بعد الخطط العلاجيه بعد الاختبارات التشخيصيه لقينا ما زال في دروب، مستواهم نازل، قلنا نفعل هالشيء نبث روح الحماس بينهم، نرفع مستواهم التعليمي عن طريق هذه المسابقه. يعني ما شاء الله انت شفتي بنفسك شلون حماس الطالبات، الطالبات تفاعلهم معانا، حتى اولياء الامور اثنوا على هالشيء. ارتفع صحيح، احنا قاعدين نشوف حتى فعلا ان كفايه انهم شلون قاعدين متحمسين مع بعض يشجعون بعض، هاي النقطه حلوه حتى انهم تساعدهم انه يدرسون في المستقبل او انهم يتفوقون. طيب سؤال ثاني استاذه راض، احنا لما نشوف هني في اكثر من مدرسه، لكن انتم بديتوها في مدرسه حليمه السعديه وتطورت الى بعد ذلك، يمكن تقولينا شلون جاتكم الفكره انكم تطورون هذه الفكره، يعني هذا التميز او العمل نحو التميز؟ هذه المسابقة انطلقت من مدرسة حليمة السعدية، بناء على اختيار هذه المدرسة، اخترت هذه المدرسة لأنها تابعة لمدارسي، أنا أشرف على كذا مدرسة، فاخترت مدرسة حليمة السعدية بما يتناسب مع مستواهم التعليمي. لقيت الفئة المتوسطة عندهم عالية، فقلنا بدل ما احنا نسوي لهم خطط علاجية وما زال في يعني دروب لحد الحين، خلينا نفعل هالشيء معاهم بالمسابقة العلمية. تعاونت معي النائب الأكاديمية، صاحبة الترخيص، منسقة المجال الأدبي، منسقة المجال العلمي، كذلك فريق العمل معي في قسم التعليم المبكر، يعني هذا أرجع له كثير في بعض الأمور. يعني لقيت عندهم المدرسة، لقيت عندهم حافز كبير أنهم يرفعون مستوى الطالبات. وبعد الإجراء الأول كان شلون؟ كان بما يتناسب مع المجاميع داخل الفصول، الإجراء الثاني مع الفصول كاملة، الإجراء الثالث مسابقة بين المدارس اللي هو الإجراء الثالث كامل مع المدارس مثل ما تشوفين الحين حضرتك. وبالنسبة حق المدارس المشاركة الخارجية كم مدرسة؟ 5 مدارس حاليا، لأنها أول سنة تطرح، إن شاء الله السنة الجاية تكون بمستوى مدارس الدوحة البنات والنموذجي. حلو، يعني نقدر نقولها تقريبا بشكل عام الفكرة، وإن شاء الله في تطور راح يكون في المستقبل إن شاء الله بإذن الله، تطور كبير إن شاء الله دامنا أولياء الأمور يعني أثلجونا إن شاء الله، يعني بحماسهم مع الطالبات. شوفي أولياء الأمور كلهم جايين، المعلمات ما شاء الله، الطالبات شلون متحفزين إنهم ينجحون يفوزون بهالمسابقة. وفي النهاية أشكر مديرة هيئة التعليم أستاذة فوزية الخاطر، ومديرة مكتب معايير المناهج أستاذة ريمة، ورئيسة قسم التعليم المبكر على دعمهم المتواصل، وفريق العمل معاي اللي هو أخصائيات التعليم المبكر، دائما دائما احنا فريق واحد، دائما نسعى للتميز، دائما نحب ان احنا نرفع مستوى طالباتنا وتحصيلهم الأكاديمي، ويعطيكم ألف عافية. احنا اللي حابين ايضا نشكركم على هذا المجهود الرائع وهذا الانجاز اللي قاعد تحققونه، انكم ترفعون دائما تسوون خطط وتسوون مشاريع انكم ترفعون من مستوى الطلاب. يعطيك العافية حبيبتي، ما قصرتي مرة ثانية، شكرا لك. الله يعطيك العافية. طبعا مشاهدينا نفس ما قلنا، طبعا ارجع اذكركم انه حلو الواحد انه يسوي نفس هالمسابقات اساس انه يرفع التحصيل الاكاديمي لدى الطلاب المتوسطين مش فقط المتفوقين. هاي تقريبا كل اللي كان عندنا من مدرسه حليمه السعديه، نرجع لكم زملائنا في الاستديو. ولا حد يعطيك العافيه شوق، ما قصرتي من خلال هذه التغطيه، ودائما نقول ان الطلاب وان كان مستواهم متوسط من خلال مبادره الهيئه الاكاديميه الموجوده في المدرسه، من خلال هذه الفعاليات راح يرتفع مستواهم ويكونون افضل من هذا المستوى بالتاكيد. احبتنا، مواكبه للتطور الذي تشهده قطر ومن اجل نشر التوعيه للحد من المعلومات التي قد يتم نشرها بطريقه خاطئه في كل المجالات المرتبطه بتفاصيل الحياه اليوميه لكل مواطن ومقيم في دولة قطر، سعى فريق قطر التوعوي الموحد للوصول إلى المجتمع ونشر المفاهيم الحديثة باستخدام التكنولوجيا. راح نتكلم عن برامج التوعية وباستخدام التكنولوجيا وانطلاق المعرض الأول للوسائل المساعدة تحت شعار التوعية خير رعاية. يسعدنا أن احنا نستضيف ويانا الدكتور عيسى الحر، المخطط الاستراتيجي بفريق قطر التوعوي، حياك الله ويانا. الله يحييكم ان شاء الله، مشكورين على الاستضافه الطيبه. يا مرحبا دكتور. دكتور عيسى، طبعا احنا فخورين فيك باحد الشباب صراحه الواعي، انا اعتبرك صراحه ما شاء الله عليك، وايضا تخصصاتك ما شاء الله شامله. يمكن اليوم نتكلم عن استخدام التكنولوجيا وتوعيه المجتمع، وهو طبعا معادله صعبه جدا اليوم، خاصه انه ليس الكل من يستخدم التكنولوجيا، فكيف قدرتوا توصلون للمجتمع من خلال التكنولوجيا؟ أني بداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وصحبه أجمعين، أما بعد. طبعا فريق قطر التوعوي هو فريق متكامل في التكنولوجيا وفي الصحة وفي علم النفس وفي التربية وفي علم الاجتماع والأسرة. نعم. خليط من شبابنا الله يجزاهم خير، اللي كل واحد فنان في تخصصه. فأنا فنان في تخصصي، محمد فنان في تخصصه، جاسم محمد فنان، فنكمل بعض في المجال اللي أنا ما أفهم فيه.
جميل. فتكون فريق قطر التوعوي هذا. لاحظنا أن في كل وزارة من وزارات قطر، كل مؤسسة، كل شركة عندها رسالة وعندها أهداف وعندها أشياء تخدم المجتمع، لكن المجتمع ما قادر يوصل لهم أو هم ما قادرين يوصلون له. وفي دراسة سويناها تقريبا في 2013 اللي بداية الانطلاق الحقيقي للفريق، وجدنا أن معظم حتى اللي أنتم تقابلونهم ولاحظوا أو يذكروا المقابلات الرسمية، لما تقول طيب شلون الجمهور يوصل، يقول خلي يدخل على الموقع، خلي يتواصل معنا، خلي يتابعنا. طيب هو إحنا نسميه الترويج للسلع، إحنا نروح لك مش أنت تجيني. صح، هاي المفروض. المفروض. وبالتالي بدأ فريق قطر التوعوي يفكر بهالطريقة، أنا أخذ السلعة من الوزارة بغض النظر إيش الوزارة، وأعيد صياغتها وترتيبها بحيث أن تتناسب مع الفئة المستهدفة، يا هالك بار شياب يعرف يقرأ ما يعرف يقرأ، اللغة عربية، لغة إنجليزية، أوردو، ونصيغها بطريقتنا الخاصة وننزلها للمجتمع مرة ثانية. طيب هذه أمور إيجابية راح تسهل كثير من الأمور، لكن الإنسان العادي أكيد تواجه بعض التحديات طبعًا. بالنسبة لاستخدام الوسائل، وسائل التكنولوجيا الحديثة، شنو هذه التحديات تحديداً؟ كثيرة، يعني كل واحد منا الآن عنده آيفون مثلاً، اللي يستخدمه في الآيفون يمكن 10% 15% من الخدمات. صحيح. كثيرة من الخدمات الكثيرة. نفس السيارة، أنا أشتري بسيارة 200-300 ألف، ترى طول 4 سنوات ما مستخدم يمكن غير 15-20-30% من السيارة، والباقي حتى بعضهم ما يعرف الزر هذا إيش يسوي لأنه ما يستخدمه. الهدف هنا إحنا شو نسوي؟ نسوي بعض الفيديوهات البسيطة ونشرح للناس شلون يقدر يستخدم هاي التكنولوجيا. طبعاً ما أتكلم من التكنولوجيا فقط تليفونات، أنا أتكلم عن توعية كاملة. مثال على ذلك، الإخوان مثلاً، الإخوان المعاقين ما يقدر يمشي، مبين له في كراسي تمشي لحالها، أنت ليش تضطر أن سوري بالتعبير يا واحد يتفضل عليك يدزك أو واحد تشغله معاك؟ ما في داعي، في تكنولوجيا أعلى من ذلك توعيه أن هاي التكنولوجيا قد تكون بتكلفة إحنا نيسرها لك أو نساعدك بها، لكن لحالك تمشي تخدم نفسك بنفسك، تروح ترجع استقلاليتك وعدم حاجتك للآخرين. قس على ذلك بعض الإخوان اللي عندهم صعوبات مثلا تعلم سواء في السمع أو في البصر، في تكنولوجيا ما خطرت بباله. صحيح. دور نحن نسهل وصول هاي التكنولوجيا. طيب. لهذا الإنسان. طيب دكتور عيسى، يمكن المعرض الأول للوسائل المساعدة تحت شعار التوعية خير الرعاية، أنا يمكن استوقفني هذا الشعار وهذا المسمى التوعية خير الرعاية. أنا دائما أقول أسمع أن التوعية هي تسبق دائما أي حدث يصير. طيب كيف تكون التوعية خير الرعاية؟ أخوي حسن، ما في إنسان يبخل على نفسه، هاي قاعدة للجميع. يعني أنا لو أحس أن هذا الشيء بمليون وبيفيدني بأخذه. طيب. مثل الإنسان يبخل إذا أحس أن هذا الشيء ما ينفعه أو ما يستفيد منه أو هامشي في حياتي. طيب. إذا وعى بأهمية هذه الخطوات في التكنولوجيا في استخدامها حيبذل كل الجهد أنه يحصل عليها. صحيح. فجاء دور نحن أنه يكون ترعى صحتك، ترعى نفسيتك، ترعى راحة أسرتك، تشيل عبء عن الأسرة قد يكون واقع عليها وانت ما منتبه له. صحيح. أوعى بالتكنولوجيا اللي بتفيدك، بتخدمك، بتساعدك. وبذلك المعرض جاء إيش فكرته؟ عبارة عن 3 أقطاب. القطب الأول مقدم الخدمة، القطب الثاني اللي هو مستفيد من الخدمة، القطب الثالث هي الوسائل المساعدة بين الاثنين. ولذلك إن شاء الله في المعرض إذا الله يسرنا في أكتوبر إن شاء الله بنشوف الخدمات متتالية بترتيب معين، بحيث أني أنا عندي مشكلة تكنولوجيا، عندي مشكلة أسرة، بتلاقي كل الوسائل اللي تساعدك. الآن كثير من الإخوان يشتكي أنه والله ولدي حركي وأنا حتى في الحوش ما عندي مكان، والله ما أدري وين أودي. صح؟ الآن في تكنولوجيا عبارة عن غرفة 3x3 تركب في أي مكان، الولد يلعب فيها ويركض فيها ويطيح فيها وكلها سيفتي، ويطلع لاعب رياضة وراكض ومتهاوش وطايح ومستانس ومفرض كل طاقته. 3x3 يعني ممكن هي تدخل في مجال التربية والتعليم في كل حاجة اختي. أسمى في كل حاجة، في التربية، في التعليم، في الأسرة، في المحاكاة. يعني ما أجمل الأبو اللي مو فاضي يا أخي ما في يستخدم جواله ويسولف مع عياله بشوف بشوف. صحيح. بس مين اللي يسويها؟ لازم نوعيه أن أنت لما تقصر مع الأبناء مش الحل أنك أنت تبتعد، الحل أنك تدور وسيلة توعوية تتواصل. يعني استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي، يمكن احنا تكلمنا في البداية على موضوع الرقابة. صحيح. على استخدام الأجهزة، لكن في هذه الحالة ممكن تكون
بشكل إيجابي. طيب دكتور عيسى، لو تكلمنا عن التكنولوجيا وهذا المعرض تحديدا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كيف ستحقق هذه الرؤية؟ رؤية قطر 2030 الرأس الهد لها التنمية البشرية. فإذا أنا قدرت أخدم أسرة، قدرت أخدم مجتمع وتربية، والإنسان بذاته قدر يرتاح، 2030 بتتحقق إن شاء الله بالكامل. لأن ما في إنسان مرتاح نفسياً، هي قاعدة عندنا، ما في إنسان مرتاح نفسياً إلا يكون إنجازه 100% إن لم يكن فوق 100%. متى الإنسان يبدأ إنتاجه للمجتمع يخفض؟ لما ينشغل بنفسه، تعبان، ضايق، ما مرتاح، ما نايم عدل، عنده أمراض شغلته، يبدأ يتقلص على نفسه من المجتمع في خدمة المجتمع. دكتور عيسى، خليني أخذك شوي بعيد وندخل في تخصصاتك أيضا الشخصية. ويمكن يعني كثير منا يقوم بعض السلوكيات الخاطئة، وإحنا بالآخر بشر يعني، كيف أنا أقدر أحدد من سلوكياتي هذه؟ كيف ممكن أنا أرجع للطريق الصحيح حسب خبرتك في هذا الموضوع؟ إيش تنصح؟ السلوكيات نوعين. نوع سلوك أنا تربيت عليه، مثلاً أنا تعودت من صغري أني أمص أصابعي، فخلاص صارت جزء من سلوكي. إحنا نسميه، هو كان يمكن عندي مشكلة وتميت أمص 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 الصبع هذا بطريقة معينة، لين كبرت ما أقدر أمسك نفسي. هذا له علاج وله طريقة وسهلة بسيطة جداً. النوع الثاني هو المكتسب، وهو غالباً يجي من التفكير. فتلاقي إنسان مثلاً تلاقي كله عصبي كله عصبي، يجي زوجته تشتكي إنه عصبي، عياله يشتكون إنه عصبي. لما تجلس مع الإنسان ترى هو مش عصبي، هو أسلوبه في التفكير بهذه الطريقة. فالعلاج يبدأ بتصحيح مفاهيم التفكير عنده. يعني أنت تقول الآن مثلاً، أنت ليش تكلت تتهاوش مع الولد؟ يقول هذا الولد ما يدرس، ذبحني وأنا أبي يدرس وهو ما يدرس. يقول طيب أنت عندك الهدف أنك تعاقب الولد ولا أن الولد يدرس؟ قال لا، أنا عندي أن الولد يدرس. طيب لو ضمننا لك أن الولد يدرس بدون عقاب، يرفع العقاب عنه؟ قال لا، يرفع العقاب عنه. النقطة الثانية، لو لا قدر أردت أن تعاقب، في قواعد العقاب هل قرأته؟ يقول لك لا ما قرأته. في شنو قواعد العقاب بعد؟ يقول لازم يكون في تسلسل. أنت لما مثلا إحنا نقول لما تضرب الولد، أنت قفزت تقريبا على 13 مرحلة ورحت لـ 14. طيب 13 متى بتسويهم؟ خاصة تشتستهم. حلو. فتبدأ تعلمه، في أنت ممكن تعاقبه لمدة 5 دقائق، تكفي أنت جرب، إذا ما نفعت صارت 10 دقائق. خلي الولد أو الإنسان يتربى معاك خطوة بخطوة. الله جل جلاله بجي يقول لك لو أنت عصيتني وعصيتني وعقب تبت أنا أغفر لك. فخلينا نكون على الأقل مثل دائما عند عينك أن باب التوبة مفتوح للجميع. فالسلوكيات أخوي حسن، أول طريق للعلاج أني أنا أؤمن بوجود علاج لها، بوجود طريق للتصحيح لها. متى تواجهني المشكلة؟ لما يجيني إنسان يقول لا أنا ما فيني أمل، أنا خلاص أنسى الموضوع، أنا ما أقدر أتعدل، هذا خلاص جزء مني ما أقدر أغيره، هنا المشكلة. فتغيير التفكير وسلوب طريقة التفكير هو أول خطوة للعلاج. إن شاء الله طبعاً نختار واحدة من هالمواضيع اللي هي عن موضوع تغيير التفكير للأفضل بالتأكيد، وتكون ضيفنا دكتور عيسى الحر ونتكلم عن هذا الموضوع ونتوسع فيه أكثر. سؤالنا اليوم بعد مهم، وسؤالنا أيضاً ودنا تعطينا رأيك فيه دكتور عيسى بخصوص مراقبة الأهل للأجهزة الإلكترونية بالنسبة لأبنائهم، أنت مع أو ضد؟ أرجع للسؤال، ليش أنا أراقب الأولاد؟ إذا كل ولي أمر جاوب ليش يراقب أولاده بيعرف الجواب. إذا كنت أراقب الأولاد من باب الاحتراز، لا قدر الله هالزمن كله مفتوح وخاف عيالي، إذن خل طرق المراقبة ما تكون سلبية. لأن لو الولد حس أنك أنت تراقبه، أنت الآن كسبت سلبي، جريت ولدك لشيء ما كان يبغيه. دائما إحنا نقول نضرب مثال عملي، نقول له إذا شفت ولدك يلعب دم الزجاج لا تقول له حبيبي لا تكسر الزجاج، لأنه قد يكون ما منتبه أنه في زجاج فبالتالي بيكسره. إيش الإيجابية؟ قل له حبيبي العب في الحوش. يعني لا تعطي إيش السلبية، يعتمد على طريقة التنبيه وعلى التعويض، على التعويض وعلى طريقة التنبيه وعلى طريقة التفكير. إذا كان ولدك له سوابق في دخول أماكن محظورة هنا يختلف. والآن ما يحتاج أنا أراقب، ترى أختي أسمه كله برنامج $3 نازله هو يسوي كنترول على البيت كله.
تكنولوجيا صارت يعني على موافي داعي اروح وراه وافتح الباسورد واشوف هذا خلاص يا اخي اوعى واكب التطور قاعد يصير تكنولوجيا ونفسك لا تخلي ولدك خك واقعين اغلب الاطفال اذكى من اولياء امورهم فليش احنا نكاسر واحد قد يكون اذكى مني نعم دكتور عيسى الحر المخطط الاستراتيجي بفريق قطر التوعوي الموحد شكرين حضورك على راسي وتشرفنا طبعا حتى بالمعلومات القيمه اللي ذكرتها جزاك الله خير شكرا لك دكتور ان شاء الله يكون عندنا حلقه خاصه نتكلم فيها عن مراقبه الابناء لكن بطريقه سليمه ان شاء الله يعطيك العافيه شكرا دكتور شكرا دكتور وين الحين راح يكون عندنا فاصل احبتنا من بعد الفاصل نتواصل وياكم انتظرونا عودة لكم أعزائي المشاهدين تنفيذ مبادرة المدارس المعززة للصحة جزء من تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والتي جعلت 80% من مدارس قطر معززة للصحة بداية العام 2015 زميلنا عمر الشمري متواجد الآن في بني هاجر وتحديدا مدرسة علي بن جاسم بن محمد الثانية الثانوية المستقر للبنين ونشوف شو اللي عنده وضيفة شو اللي عنده من مواضيع هامة تفضل يا عمر صباح الخير أخوي حسن هذه بداية تحية لك ولجميع مشاهدين شاشة تلفزيون قطر مشاهدين صبحكم الله بالخير متواجدين اليوم في مدرسة علي بن جاسم بن محمد الثانوية المستقلة للبنين للحديث عن الملتقى الصحي الثاني اللي يقام هنا في مدرسة علي بن جاسم وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا اليوم مدير المدرسة وصاحب الترخيص الأستاذ هادي عبد الله البريدي مرحبا ومسهلا فيك الله يرحبك وأهلا وسهلا فيكم وشاكر لكم هذه التغطية بارك الله فيكم أخوي هادي تكلمنا عن أهمية مثل هذه الندوات اللي تصير لتثقف الطلبة في أهمية المحافظة على صحتهم. إيه بلا شك هذا الملتقى طبعا هو الملتقى الثاني كما تعلم للصحي ويأتي حقيقة في أضوية نظام المدرسة للمدارس المعززة للصحة فهذا هو الملتقى الثاني للمنظمة وتشارك فيه عدد المؤسسات الحكومية وأجهزة الدولة ومدارس أيضا بنين وبنات ويأتي حقيقة لتحقيق رؤية المدرسة لتسعى بدورها كجزء من مؤسسات الدولة إلى تحقيق رؤية قطر 2030 والاهتمام بالجانب البشري والجانب الصحي لدى المواطنين والمقيمين وحقيقة باسمكم وبصراحة عنا ونيابة عنكم نشكر أيضا مدارس شاركت ومؤسسات الدولة اللي تفاعلت معنا وحدثتها في هذا اليوم نعم أخوي هادي تكلمنا عن أهم الفعاليات اللي تقدمونها للطلبة من خلال هذا الملتقى هذا الملتقى حقيقة في جميع المؤسسات اللي تعنى بهذا الجانب هناك بوسترات هناك صور هناك وثائق توزع على الزواس وأولياء أمور أو طلبة أو أعضاء مجتمع أو حتى أبنائنا الطلاب كذلك أيضا فيه مجموعة من الفقرات عروض مسرحية التي تهتم بهذا الجانب الصحي في أيضا عرضة هالقطر في فقرات متعددة أيضا حقوق الإنسان مشاركين معنا لبيان مدى أهمية المحافظة على صحة الإنسان هناك فقرات عديدة حقيقة لنشر وثقافة الجانب الصحي نعم كل الشكر لك أخوي هادي من مدرسة علي بن جاسم الثانوية للبنين ناخذ أيضا طالب من طلبة المدرسة عشان نعرف أيضا كيف ردود فعل الطلاب وكيف استجابتهم وما مدى استجابتهم لمثل هذه الفعاليات أخوي عناد تكلمنا كيف كان أثر هذه الندوات أو كيف كان أثر المحاضرات اللي سمعتوها طبعا صباح الخير بالأول استجابوا الطلاب بشكل كبير على الندوات اللي قامت والمحاضرات حسنوا من أفعالهم حسنوا من مفاهيمهم كان في مفاهيم خاطئة حول الصحة فكان في يعني تفاعل كثير كبير من الطلاب أخوي عناد إذن أنت كطالب وكمتلقي تحس أن الرسالة وصلتك كيف تساهمون أنتم في طلاب بنشر الوعي بينكم وبين بعض يعني أنت رسالة توجهها للطلاب من خلال شاشة التلفزيون طبعا هو مفهوم بسيط يعني بس إذا رأيت مثلا مفهوم صحي خاطئ وعندك خلفية يعني على المفهوم هذا بتصحيحه فقم بالنصح وراح تكون الاستجابة إذا كان كلامك صحيح استجابة 100% من الجهة المقابلة أخوي عناد هل جربتم أنكم أيضا تشاركون في الفعاليات؟ جربنا شاركنا في الفعاليات أنا شاركت في فعالية الزراعة
طبعا عندنا حق البسيط في المدرسة، زرعنا فيه خضروات وفواكه ومنتجات زيها. طيب أخوي عناد كل الشكر لك، ونتمنى لكم التوفيق لمدرستكم، كل التوفيق مشاهدينا. والآن نرجع إلى الزملاء في الاستوديو بعد أن شاهدنا لقطات من مدرسة علي بن جاسم بن محمد الثانوية للبنية. شكرا لك يا عمر على هذه التغطية. أحبتنا عودة لاستديو في الضحى، وعندنا موضوع جديد راح نتكلم فيه في إطار خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق والمدن الخارجية. بدأ تنفيذ مشاريع تطويرية لبعض مناطق الخور والذخيرة، هذه المشروعات راح تنعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي. راح نتكلم أكثر عن هذه المشاريع واللي راح تشهد نشاط إيجابي ومستقبل الاستثمار كبير في العقارات بالذخيرة والخور، من خلال وجود ضيفنا السيد طارق جمعة التميمي مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الخور والذخيرة. حياك الله ويانا. يا مرحبا. الله يحييكم. يا مرحبا أخي طارق. طبعا أنا سعيد بوجودك معنا، ويمكن المقدمة اللي ذكرتها أختي أسماء يمكن شجعت أهل الخور والذخيرة أن يعرفون الجديد اللي راح يصير عندهم في المنطقة. نعم. ويمكن أنت طبعا منصبك الحالي كمدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الخور والذخيرة تكون أنت الأقرب لتوصيل الرسالة وأيضا شرح الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكركم على الاستضافة، وبالنسبة طبعا حق أهالي الخور ترى ما هم بعيد عن البلدية، باعتبار أن المنطقة يعني عادة في تواصل دائم بيننا وبين كثير. صحيح. بين أهالي المنطقة. طبعا بالنسبة حق مدينة الخور تعتبر هي ثاني أكبر مدينة بعد الدوحة. نعم. زائد أن فيها طبعا قطاع كبير صناعي اللي هي مدينة راس لفان، بما فيها طبعا من العمالة. لذلك يعني ارتأت الدولة أن تحتاج الدولة مع تزايد السكان أن يصير في تطوير للبنية التحتية، سواء كان من طرق أو من مشاريع صرف صحي. نعم. أو حتى بعد تطوير طبعا المناطق العمرانية. على سبيل المثال الآن عندنا طبعا كورنيش الخور نفسه بدأت الآن تراخيص سواء تجارية أو فنادق على نفس الطريق. زائد عندنا مشاريع مثلا منتزه الخور الجديد على مساحة تقريبا 240 ألف متر مربع، تعتبر أكبر حديقة. عادة افتتاحها ولا؟ طبعا صار في مشروع بدأ في 2011 وإجراءات التسليم الآن طبعا يعني تقريبا على وشك الافتتاح. 240 ألف متر مربع بما فيها طبعا من مساحات مسطحات خضراء، وعلى فكرة حتى الأشجار الموجودة نفس الأشجار اللي كانت في المنتزة السابقة تم وضعها في الثمانينات والتسعينات. في الثمانينات نفس الشجار موجود، يعني ما انشال، ما في شجر جديد، موجود نفسه القديم. زائد وجود مسجد، مساحات ألعاب، وفي بعض خلنا نقول النشاطات حق الأطفال فيها قطار وكذا، فيعتبر مشروع في وجهة نظري أنا قاعد يخدم قطر كلها مش بس أهالي المنطقة. وبالنسبة لمشاريع تطوير الأراضي في منطقة الخور والذخيرة، طبعا الآن عندنا خلنا نقول في منطقة الخور تسليم للمواطنين في حدود 1500 قسيمة، تم طبعا إنهاء إجراءاتها من إدارة التخطيط العمراني والأراضي. نعم. وتم إحالتها الآن إلى هيئة الأشغال العامة على اعتبار أنه يبدون في أعمال البنية التحتية قبل إصدار التراخيص. نعم. وهذا طبعا حسب توجيهات سعادة الوزير أن نحاول نسلم الناس الأراضي وتكون البنية التحتية جاهزة. اللي يخلي يعني عبء على المواطن يكون أسهل. جميل. فنتوقع إن شاء الله خلال تقريبا في نهاية 2015 أن تكون هذه الأراضي ولو كان جزء منها يكون جاهز للتسليم إن شاء الله. طيب. بدء البناء فيه. يمكن اللي زار لمنطقة الخور والذخيرة يمكن بيلاحظ أيضا في بعض الطرق الداخلية محتاجة أيضا إعادة صيانة. أكيد. وحتى بنية تحتية. صحيح. الخطة بالنسبة لهذا الموضوع كيف راح تصير؟ طبعا خلنا نتكلم أن في زيادة في السكان، يعني زيادة كبيرة طبعا. إيه طبعا، يعني حنتكلم آخر إحصائية في 2010 طبعا طلعت كان عدد السكان في منطقة الخور في حدود 200، الآن نتوقع في 270 ألف، فمعناته أنت عندك زيادة في عدد السكان اللي يخليك تستدعي أنك أنت طبعا تطور البنية التحتية. تحدث أكثر. من ضمنها طبعا الآن عندنا إحنا الشارع التجاري، شارع الخور التجاري يعتبر أكبر شارع، بيصير فيه إن شاء الله أربع تحويلات جديدة اللي هي إشارات ضوئية، وبيكون على مسربين رايح جاي، وبيكون إن شاء الله فيه حتى لمسات يعني تجميلية على الشارع يخدم من منطقة المدارس وحتى الكورنيش.
زائد عندنا يعني، وهذه طبعا يعني خلينا نقول من الاشياء اللي بتضيف لمسه جيده لمدينه الخور والذخيره، اللي هو استاد البيت الجديد اللي ان شاء الله بيصير فيه استضافه اولمبيات 2022. وموقعه؟ موقعه الله يسلمك في جنوب مدينه الخور. حلو. مساحته طبعا تعتبر مساحه كبيره، ويمكن الجماعه هناك في اللي هو شغالين في استاد البيت حابين ان هذا المشروع مش بس في 2022 يعتبر هو ياخذ استدامه بفكرتهم انه يكون في حتى فندق موجود، في كوفي شوبز، في لاندسكيب كبير يخدم اهالي المنطقه حتى بعد 2022. يعني ممكن ان يكون في تفكير ان زياده ايضا السياحه او جذب السياحه لمنطقه الخور. هذا ما في شك، يعني هي في النهايه الان توجه الدوله بفضل الله سبحانه وتعالى، يمكن لاحظ الفتره الاخيره بالذات من دول الخليج الغريبه، صار يعني عندنا فترات الاجازه قطر صارت هي الملاذ يعني في الخيار الاول لاهالي الخليج هناك. عندنا طبعا جزء الان الجماعه في المكتب الهندسي الخاص اعادوا بناء كثير من المباني القديمه، سووا لها اعاده ترميم باعتبار انها تكون هذه يعني جزء من القطاع السياحي ليخدم اهالي منطقه الخور والذخيره وقطر بشكل عام. طيب المشاريع اللي ذكرت حضرتك، هل معنى ذلك ان احنا اليوم راح نشهد اقبال كبير من المستثمرين على المناطق الشماليه في قطر؟ طبعا يعني ما اخفيك صار المستثمر الان يمكن يعني ذكي، يعني يعرف الفرص الجيده. فلقينا في الفتره الاخيره الان يعني عندنا في الخور بدأوا المستثمرين، طبعا الان في يوجد مول خور، وبدأوا الناس الان يقدمون على تراخيص فنادق. قبل كانت طبعا الفنادق بس محصوره في مدينه الدوحه، فندقين او ثلاثه فقط في كانوا في الخور. في الخور طبعا كان عندنا، الان صار اكثر من فندق، الان طبعا عندنا له سواء كان فندق السلطان او في الان تراخيص لاكثر من فندق. قبل كان عندك الدوحه حبيت تروح الوكرة الخور ما في فندق، فالان يعني في 10 فنادق مثلا نقول. احنا طبعا عندنا الحين فندق السلطان، زائد في عند مدخل خور في فندق، والواجهه البحريه التراخيص التجاريه اللي تم منحها حق الجماعه يعني المستثمرين انها تكون عباره عن موتيلات، الموتيل اللي هو خلينا نقول يعني ثلاث ادوار دورين وكذا. اي بالضبط، يكون يعني ارضي زائد واحد موتيلز يعني، ويكون في كوفي شوب وكذا، بيضفي جمال، ما نبي يكون في ارتفاع عالي يخرب يعني طبيعه المنطقه، في نفس الوقت قاعد يضيف لها ماشيين على استراتيجيه معينه. والله هم الجماعه طبعا الان في الخطه العمرانيه، واتوقع الان ان شاء الله بعد لها ابديت، بس يكون فيها يعني فيجن ان شاء الله جيد يخدم اهالي المنطقه. زملائنا في فريق الإعداد في البرنامج عدوا مجموعة من الصور وأيضا المعلومات بالنسبة للمشاريع اللي راح تقام في منطقة الخور والذخيرة، منها إنشاء ثلاثة تقاطعات جديدة في صغوة عند الكيلومتر 5، وتقاطع المصلال، وتقاطع التعبان عند الكيلومتر 66. هذه أيضا ممكن نعلق عليها لو حاب النقطة هذه، اللي هي بالنسبة لإنشاء التقاطعات الجديدة في صغوة. اي نعم طبعا، يعني يمكن بلديه الخور طبعا تتقاطع مع اكثر من بلديه، عندنا طبعا بلديه الشمال من الجهه الشماليه، وعندنا بلديه الضعاين. ايوه اتوقع يعني مثلا منطقه صغوه هي تقع تحت يعني بين ضعاين، بين الضعاين وبين بلديه المصلال باعتبار هناك الكثافه السكانيه عاليه. جميل. لكن منطقه الكعبان باعتبار انه صار الان مدخل حق مدينه راس لفان من جهه الحويله اللي هي منطقه الكعبان. جميل. ففي ترافيك فوليوم عالي، اضطروا انه شوي يعني يسوون يعني طيب. تحويلات كبيره تقدر تاخذ. ايضا يعني حسب بحثنا ايضا في الموضوع لقينا انشاء المزيد من الجسور لربط طرق الخدمات عند تقاطع المزروع في الكيلومتر 16، وتقاطع مقرن، وتقاطع الخور والزبارة. نعم طبعا الحين عندنا خلينا نتكلم يمكن في تقاطع أساسي بيصير له عند استاد البيت. ايه؟ انت جاي طبعا من الدوحة على طريق الخور الساحلي، في دايفيرجن بيصير باتجاه استاد البيت، طبعا هو يخدم منطقة اللي هو الاستاد نفسه، زائد يخدم موظفين منطقة راس لفان، يعني يوميا تقريبا 60,000 سيارة تنتقل من الدوحة باتجاه مدينة راس لفان، تدخل مدينة الخور تسبب يمكن شوي ارباك، فالحين بيصير لها هاي واي يخدم وينزل. طيب هو الاستاد البيت راح يكون جهة معسكر الكشفي دي الصوب تقصد، ولا راح يكون لا لا من الجهة الثانية؟
جهة النادي؟ منطقة رحية، نعم قريب من منطقة رحية اللي هو عند محطة البترول الساحلية. أيضا من المشاريع الجديدة خطط ومشاريع منطقة الخور وذخيرة، رفع كفاءة طريق الخور عند زيادة عدد مساراته ليصبح 3 مسارات في كل اتجاه. حلو والله. طبعا الآن احنا يعني خلينا نتكلم، اللي يصل إلى مدينة الخور وذخيرة عنده خطين، إما يمسك طريق الشمال فهو طبعا عندنا 4 لينز رايح و4 جاي فما عندنا مشكلة، لكن طريق الخور الساحلي يمكن الشارعين هذا شوي يسبب لك أزمة بالذات. يعني طبعا الآن الجماعة مع إدارة المرور يحاولون أن ما يخلون السيارات الكبيرة موجودة، لكن يعني يحتاج إلى توسعة إن شاء الله. والجماعة في النقطة أيضا عندنا الأخير يقول لك إنشاء طرق وخدمات على امتداد جانبي طريق الخور. ما في شك هذا شيء جديد. هاي طبعا السيرفيس لين، الآن عندك قرى على امتداد الطريق، عندك قرى فتحتاج أنك أنت تعمل يعني سيرفيس لين يخدم المناطق القريبة دون التأثير على مسار السيارات على السرعات العالية اللي 120. أخوي طارق جمعة تميمي مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الخور وذخيرة، شكرين لك حضورك ويانا وطلعنا على المشاريع في منطقة الخور وذخيرة. شكرا. يعطيك العافية. شكرا. أحبتنا راح يكون عندنا فاصل الحين ومن بعدها راح نرجع نتواصل معاكم من جديد، انتظرونا. فاصل يوم وايد فاصل. يمكن يكون الأخير أو قبل الأخير. أعود لكم أعزائي المشاهدين وراح ننتقل مباشرة إلى زميلنا خليفة رميح المتواجد حاليا في مركز إبداع الفتاة، عندهم هناك ورشة لفن النحت. خلينا نشوف شو اللي عندك يا خليفة ومع ضيوفك الكرام، تفضل يا خليفة. نعم شكرا يا أبو علي، في البداية نصبح عليك ونصبح على جميع الزملاء معك في الاستديو ونصبح على جميع مشاهدينا ومتابعينا عبر برنامج في الضحى وشاشة تلفزيون قطر. نعم كما ذكرت زميلي حسن، احنا اليوم متواجدين في مركز إبداع الفتاة وهناك ورشة لفن النحت، لكن في هذا السياق راح ألتقي مع الفنانة ياسمين علي الكردي وهي زائرة وضيفة عزيزة علينا من الأردن الشقيق. راح نتكلم بإذن الله في هذه الدقائق عن هذه الورشة. ياسمين صباحك الله بالخير، متشرفين في وجودك وما شاء الله هذه الورشة بإذن الله اللي راح نتكلم عنها. قولي لي في البداية ما الهدف من إقامة هذه الورشة؟ الهدف من إقامة هذه الورشة أول شيء عشان نعرف البنات القطريات والصبايا القطريات على فن النحت، وإنه الصبايا اللي موجودين هون لا ينقصهم أي شيء عشان يتعلموا هذا الفن، ففرصة إنه تكون فرصة بداية هذا الفن وبدناها من مركز إبداع الفتاة، فهذا شيء كتير مهم. فنانة ياسمين متى بدأت معك هذه الهواية؟ وأنا لاحظ أيضا صغر سنك، يعني ما شاء الله عليك لسه صغيرة وأمامك أيضا المشوار طويل، متى بدأت معك هذه الهواية؟ أنا صغيرة بحب أرسم وأعمل هاي الشغلات، ويعني عندي كتير فضول للفن وهيك، بس بعد إنه فزت بمسابقة وطلعت على بريطانيا وهيك فحسيت إنه عندي شيء ممكن يطلع مني شيء، فإنه تخصصي كان بالجامعة فنون وتخصصت نحت بالذات لأنه البنت ما بينقصها أي شيء إنه عشان تعمل هذا الفن لو إنه بده جهد. هذا الفن فنانة ياسمين أصعب من الريشة نقدر نقول؟ هلا إحنا بفن النحت نتعامل مع 3 دايمنشن مع 3 سطوح، أما بالرسم بالفن الرسم بتعاملوا بس مع سطحين، فهذا كتير أصعب. طبعا أصعب. قلت لي 3D يعني فنكم 3D؟ طبعا 3D. نعم. طيب المواد الخام هذه من وين تجيبونها مثلا؟ هل متوفرة أيضا في قطر أم تجلب من الخارج؟ الحمد لله دولة قطر مهتمة بهذا الشيء، فعم تستورد هاي مثلا هاي التين من بريطانيا مثلا، فيك تستوردها من بريطانيا وإيطاليا، فإنه متواجدة هون وهذا الشيء كتير ممتاز إنه فقدرنا نشتريها ونجيبها على المحل. نعم. ياسمين يا ليت نلف أيضا، تفضلي ياسمين ونتكلم مع إحدى أيضا الطالبات اللي في هذا المجال وفي هذا الفن، نتعرف عليها ونسألها شو تسوي. في البداية صباحك الله بالخير، عارفيننا باسمك من خلال شاشة تلفزيون قطر، وقولي لنا شو قاعد تسوين في البداية. قولي لنا اسمك. أنا اسمي منى خالد، قاعدة أشتغل بالنحت، قاعدة أسوي مجسم. أنا ما عمري أصلاً اشتغلت فيها، هذه الأول مرة، وإنجاز إني وصلت لمرحلة أنا ما مريت فيها من قبل. يعني نعم، يعني نلاحظ أيضاً يعني كان ودنا نفر نشوف الصورة. كم يوم خدتي في هذا النموذج نقول؟ أسبوعين خذت فيهم. أسبوعين. كم تتوقعين راح تخلصين بإذن الله؟
في حدود كم يوم يبي لك بعد تخلصين بإذن الله؟ يبي لك كثير لأنه صعب أصلاً. نعم. هو صعب بس طبعا أنا أحبه راح يصير بالنسبة لي سهل. نعم بارك الله فيك، نتمنى لك التوفيق في هذا النموذج وإن شاء الله إلى الأمام دائما إن شاء الله. شكرا. خلونا ننتقل أيضا إلى إحدى الطالبات ونتعرف عليها ونشوف إيش سوت أيضا جزء من العمل. في البداية صباحك الله بالخير، عارفيننا عليك، وقولي لي إيش قاعدة تسوين. اسمي زهرة حسين مكي وقاعد أنحت مجسم. يعني مجسم هذه حرمة ولا رجل؟ أكيد حرمة. حرمة. طيب كم يوم خدتي لوصلتي هالمرحلة؟ تقريبا يمكن 6 أيام لأن احنا ناخذ 3 أيام في الأسبوع فتقريبا 6 أيام. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير، نتمنى لك التوفيق. ننتقل أيضا إلى إحدى الطالبات ونشوف إيش سوت. في البداية عرفينا على اسمك وقولي لي متى التحقتي وياهم في هذه الورشة؟ إلهام سعد الدين. التحقت من أسبوعين تقريبا. عجبني بصراحة هنا الاهتمام بالفن عموما. نعم. بالنحت، وأتمنى أنه هو يفضل مستمر دايما هنا. عجبني التشجيع، تشجيع قطر للفن عموما. وده شغلي. نعم. أول مرة، نقول أول مرة تلتحقين بهذه الورشة أم التحقتي بورش أخرى؟ لا أول مرة. أول مرة. أول مرة. طيب كيف عرفتي إن يعني تقام ورشة في مركز إبداع الفتاة والتحقتي فيها؟ طبعا أنا بدأت أسأل وكنت رحت مركز الفنون في سوق واقف ووصلت هنا لأن في الفتاة عموما اهتمام خاص يعني بالفتاة في الفن، فسألت عن الانستغرام، بدأت دخلت على النت على اليوتيوب. نعم. وعرفت ان فيه ووصلت الحمد. نعم. لله. اتمنى لك التوفيق وشكرا جزيلا لك. شكرا. الان ننتقل ايضا الى الفنانة ياسمين في سؤال اخير وسريع. شو اللي ينقص هذا الفن انه ينتشر في دولة قطر؟ ونلاحظ ايضا الملتحقات في هذا المعرض او في هذه الورشة منهم قطريات. هلا بدنا الدعم اللازم وبدنا هيئات تكون موجودة متخصصة بهذا الفن للنحت بالذات، لأنه الشاب القطري لا ينقصه أي شيء عشان يدخل بهذا الفن، وما شاء الله دولة قطر بين الصناعة والحداثة فيها فلا ينقصها إلا الفن عشان يكمل الصورة ويطلع البلد بأجمل صورة. يعني كمركز قصدك وأيضا الدعم المادي والمعنوي. يعني أكيد أكيد هذا شيء كثير مهم. نعم طبعا في النهاية الفنانة التشكيلية ياسمين علي الكردي أنا أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك التوفيق في هذه الورشة وأتمنى لك أيضا التوفيق في أعمالك القادمة بإذن الله. إن شاء الله. شكرا كثير. شكرا. شكرا. مثل ما شفتوا وتابعتوا أعزائنا المشاهدين هذه الورشة في مركز إبداع الفتاة والتي تضم مجموعة من فتياتنا وبناتنا القطريات اللي التحقوا في هذه الورشة، يعني نتمنى لهم التوفيق ونتمنى أيضا لمركز إبداع الفتاة كل تقدم دائما في المرات القادمة، ودائما أقول سامحونا على قصور بذر منا، حاولنا ننقل لكم الصورة بشكل سريع ومبسط، وطبعا تابعونا بإذن الله في الحلقات الجاية من أماكن كثيرة من دولتنا الحبيبة قطر. والآن أرجع للزملاء أسماء وحسن في الاستديو. وكالعادة يا خليفة نقول لك كفيت وفيت، ما قصرت من خلال هذه التغطية. أحبتنا عودة إلى الاستديو من جديد. بشكل سنوي تنظم كلية الهندسة في جامعة قطر مشروع الحياة هندسة بدعم مشاركة العديد من الشركات من قطاع الصناعة في قطر. يهدف المشروع إلى جذب الطلبة القطريين في المرحلة الثانوية إلى تخصصات الهندسة المختلفة بإتاحة الفرصة لهم للتعرف على تطبيقات هذه التخصصات في الواقع. خلونا نتكلم أكثر عن هذا المشروع من خلال استضافة السيد خالد القحطاني نائب رئيس مشروع الحياة هندسة. حياك الله ويانا. الله يحييك أسماء. أخوي خالد مرحبا وسهلا فيك. الله يرحب بك. أنا أول شيء أبغيك بس تهدى شوي، الأمور طيبة ما في شيء. الأمور طيبة ما عليك. خالد اليوم لما أتكلم عن الحياة هندسة ومشروع وشباب وثانوية، شو الموضوع؟ شو السالفة؟ الموضوع يا طويل العمر مشروع صار له الحين 5 سنين وهالسنة السادسة. حلو. الجامعة. مشروع يخلينا نبسط علوم الهندسة لطلاب الثانوية حتى نجذبهم للتخصص، يعني خاصة شبابنا، نركز على الشباب القطريين. الشباب القطريين اللي تقول له هندسة يقول لا صعبة أبي تخصص أسهل، يحسب إن الهندسة فيها يحسب إن الهندسة فيها شيء صعب أو علم إنه ما يقدر يتحمله. شبابنا كفوا ويقدرون على هالشيء، بس يبيلهم حد يجيهم بأسلوب أو بطريقة يسهل عليهم هالشيء، وهذا الهدف الأساسي من مشروع الحياة هندسة.
حلو الاسم الحياة هندسة. أيوة الشراكة اللي جمعت ما بين جامعة قطر في هذا المشروع وأيضا مع المدارس، شلون كان الإقبال من المدارس؟ الحمد لله احنا حققنا هالسنة تقريبا أكبر عدد مدارس يعني في من السنين الماضية. السنين الماضية كانت المدارس من بين 8 إلى 10 مدارس، هالسنة أبشرك من الأول الرقم وصل 14 مدرسة تقريبا. اي نعم، لا تشوفين التحدي اللي طيب بينهم يعني. خالد أنت قلت كانوا 12 أو 14 تقريبا. طيب تقريبا هل أنت اخترت هذه المدارس بناء على معايير معينة ولا الباب مفتوح للجميع اللي بيقدم؟ احنا فتحنا المجال في هالسنة، السنين الماضية كنا نسوي بينهم نفس ما تقول منافسات، نشغلهم نطلع مثلا عدد معين حلو من المدارس لأن الإمكانيات كانت يعني نوعا ما يعني محددة. طيب هالسنة الحمد لله يعني وفرنا كل شيء وقدرنا تمكننا من الموضوع، فتحنا المجال لأكبر عدد ممكن وصفين على 14 مدرسة ما شاء الله. حلو. طيب أهم المشاريع اللي تم تقديمتها تقديمها خلال هذا المشروع؟ احنا وصلنا تقريبا لين يوم أمس ان السيايير حق 14 مدرسة جهزت، وهذا أهم مشروع طبعا من غير ان تعلموا يعني على برامج تصميم الهيكل الخارجي، تعلموا على برامج احنا نستخدمها منها برنامج سوليد وورك احنا نفسنا كمهندسين او كطلاب. هذا برنامج تصميم اي اي نعم شوي بيكون حتى عندنا احنا يعني الطالب ما يكون متمكن منه. شنو الفايدة منه؟ يصمم لك اللي تبينه ويخليك تدرسين مثلا هالشيء اللي صممتيه مثلا على قوة الهواء اللي بيضرب البدي على الأشياء يعني يحط عليه كذا فورس كذا قوة وتدرسين يعني التصميم اللي صممتيه. يعني راح يقلل التكلفة ما يستدعي ان انت تبني الشغلة اي نعم اي نعم عشان يمكن تبنينها بعدين تفشل هالشغلة اللي بنيتيها سواء البدي او بغض النظر على القطع. اخي خالد يمكن يعني انا حضرت قبل 3 أو 4 سنوات في لوسيل سباق شباب سيارات كذا. اي نعم انا حضرت صراحه وشفت قدام عيني وكنت يعني متفاجئ بان قالوا احنا صنعنا هالسياره. انا طبعا في البدايه كنت افتكر انهم يمزحون لكن بالفعل فعلا هم صنعوا السياره. صحيح. واللي استغربت اكثر انهم يعني كانت سياره سباق وانتقلوا الى لوسيل وكان فيهم ايضا دعم لهم لوسيل. نعم. شو العلاقه وش اللي صار وش معنى سيارات سباق يعني؟ احنا هالسنه مركزين على سيارة يصممونها الطلاب تقريبا 100% مثل هذه؟ انت اي نعم هذه اللي هي بروتوتايب تكون بثلاث تواير. هاي من صنع الطلاب انا اقول لك اياها 100% نقدر نقول ما عدا شيئين اللي هو القطعة الأساسية لكل سيارة اللي هو الشاصي. احنا وفرناه عشان سلامة الطلاب والشاصي اختبرناه في سباق في ابو ظبي كان مدته 3 ساعات والحمد لله حصلنا على المركز الأول والثاني كانت سيارتين مشاركة من جامعة قطر. اي نعم قبل سنتين هالكلام. والشيء الثاني الماكينة تكون جاهزة، أما باقي الأشياء وحتى هالسيارة اللي شفتوها ما عليها اللي هو الهيكل الخارجي البدي. نعم صحيح. اي نعم الطلاب نفسهم دخلوا على البرنامج وصمموا الشكل الخارجي، كل مدرسة لها شكل ترى غير عن الثانية ولها المواد اللي استخدمت يعني في صنع هالهيكل كانت غير عن المدارس الثانية. جميل على حسب المدرسة. هذا إلزامي منكم؟ ان على اساس ان كل مدرسه يكون مشروعها مختلف عن الثاني؟ انه لازم بيكون شكل ثاني لان ما حد يعني كل مدرسه شغلهم غير. نعم. كل مدرسه مساكم مثلا طالب من طلاب كليه الهندسه وساعدهم ما سوى شغلهم ساعدهم بس علمهم على الموضوع ويتم انه ينطر اذا يحتاجون مساعده ولا شيء يقدمها. اخي خالد الان مع بدايه الفكره هذه الى اليوم طلابنا اللي كانوا بالثانويه والتحقوا بهذه الفكره هذه وطبعا نفذوا الحياه هندسه وسيارات وما الى ذلك الان طلب هاي وين؟ وين راحوا الان؟ هل فعلا اتخذوا جامعة قطر؟ طلعوا وراحوا جامعات ثانية؟ نعم انا خلطت لي بعض الطلاب يعني لانه واجهتهم في الهندسة طبعا هم في ليفل اقل مني انا الحين شبه متخرج فهم يقولون يعني احنا كنا في السنة الفلانية كنا في برنامج الحياة هندسة وشفنا فلان ونعرف فلان وفلان يعني ربعنا اللي كانوا ماسكين في السنين نعم الماضية. نعم. فدليلنا يعني جو الجامعة شفناهم قدامنا وهالشيء معناته يعني البرنامج اذا ما نجح 100% بنسبة كبيرة نجح وجذب بعض الطلاب. وهالي نبي فعلا بتخصص الهندسه. نعم مو بشرط الهندسه الميكانيكيه كتخصصي ممكن هندسه بس مجال ثاني. نعم حلو. طيب متى الموعد الختامي حق السباق؟ ان شاء الله بكره يوم الخميس. اليوم في تستات يعني الحين في لوسيل قاعدين يسوون انسبكشن يشوفون تجهيزات ما تجهيزات وبكره السباق ان شاء الله وتشرفونا طبعا بحضوركم. طيب المراكز الجوائز اللي فاز باتش بتعطونا بعطونا سياره يقول خذوا السياره. هو المركز الاول بنوفر له رحله لامريكا لمصانع السيارات. حلو. نعم شامله كل التكاليف للطلاب للطلاب كلهم. والوكالة ناسا بعد إن شاء الله
يعني بيزورون هل وكالة ناسا؟ نعم نعم. حلو. اي نعم. والمراكز احنا نكرم اول 5 مراكز، والمراكز الاربع الباقيه جوائز ماليه يعني تتفرق يعني على حسب. طيب يعني انا احييكم على الجوائز. والله فكره حلوه. إيه نعم. رحت من الرحلات هذه رحت والله للحين انا اول مره التزم مع البرنامج يعني كتنظيم. الله يرحمه خالد القحطاني نائب رئيس مشروع الحياه هندسه، شكرا لك على تشريفك لنا وايضا على كل ما ذكرته من معلومات. الله يجزيك خير. شكرا لك. العفو العفو. وفقني يا خالد ان شاء الله. الحين راح يكون عندنا فاصل أحبتنا، من بعد هذا الفاصل قبل يسألني حسن شو عندنا راح يكون عندنا تواصل مع إجاباتكم على سؤال حلقة اليوم. انتظرونا بعد الفاصل. زين يلا إن شاء الله. عودة لكم أعزائي المشاهدين، حيث ترأست قطر فعاليات أيام مجلس التعاون في اليابان في دورتها للعام 2015 وأهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، والذي كان بمثابة المنصة من أجل الحوارات أكبر وأبعد وأشمل لتعاون إعلامي خليجي دولي مشترك ومواجهة جملة من القضايا المحورية التي تواجه الإعلام العالمي في هذه المرحلة بالذات. تقرير أيام مجلس التعاون الخليجي في اليابان نشاهده الآن. استضافت طوكيو فعاليات أيام مجلس التعاون في اليابان في دورته العاشرة على مدى 3 أيام بخطاب افتتاحي من سعادة خالد بن سالم الغساني مساعد الأمين العام للمجلس لشؤون الثقافة والإعلام، حيث أكد على أهمية رفض الروابط القوية في قطاع الطاقة بروابط من العلاقات الثنائية الاستراتيجية في شتى المجالات. وهذا ما أكده مسؤول هام في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، مشيرا إلى أن مجلس التعاون يعتبر شريكا استراتيجيا لليابان وعلى مدى عقود. ثم تحدث الشيخ نمر فهد الصباح الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة الكويتية، مستعرضا الوضع الحالي للتعاون الاقتصادي بين المجلس واليابان وسبل تعزيزها. وفي حفل استقبال للحضور والضيوف أكد سعادة الغساني على أهمية أيام المجلس في اليابان التي تعكس أهمية هذه الدولة على المستوى العالمي وخاصة من النواحي الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والسياسية وغيرها. وفي يومها الثاني بدأت فعاليات أيام المجلس في اليابان تحت شعار تطوير العلاقات الثنائية والشراكة والتفاهم بين الجانبين بكلمة ترحيبية من الغساني تلاها كلمة سياسية من السيد شيجيرو إندو المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني وهو أيضا سفير اليابان لدول مجلس التعاون الخليجي. ثم ألقى سعادة سفير قطر في اليابان يوسف محمد بلال كلمة عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستغلال الفرص الاستثمارية، وعقب ذلك استفادة من السفير شيجيرو إندو عن منظور اليابان في هذا المضمار. وكان اليوم الثالث والأخير لأيام المجلس في اليابان على موعد مع بحث آفاق وشجون التعاون الإعلامي بين الجانبين بكلمة من السيد أكاساكا رئيس مركز الإعلام الخارجي في طوكيو. كما سمعنا في ندوة اليوم وهي ندوة إعلامية، الجميع يطالب بأن يكون هناك مزيد من التواصل لنفهم بعض كما نحن. حقيقة فكرة الفعالية التي تبنتها الأمانة العامة ابتداء هي أننا نريد أن نتحدث مع أصدقائنا، نريد أن نخبر أصدقائنا بأننا نحن هكذا، نريدهم أن يسمعوا منا مباشرة لا أن يسمعوا عنا. العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان علاقة مميزة وهي منذ عقود، وطبعا هذه الفعاليات تساعد كثير على تسهيل أمور السفراء المنطقة، سفراء دول مجلس التعاون مع الجهة اليابانية، لأن هذه الفعالية تأكد إصرارنا على أن نتعاون دائما في مجالات أخرى غير المجال الاقتصادي. عودة للتواصل معكم من جديد أحبتنا في الفقرة الأخيرة من برنامجنا والتواصل مع سؤال حلقة اليوم، هل تؤيد مراقبة الأهل لاستخدام الأبناء لمواقع التواصل؟
طبعا هناك مجموعة من الإجابات أعزائي المشاهدين وصلت، وتفاعل جميل منكم أيضا، خاصة الموضوع مثل ما قلنا لكم يهم كل بيت وكل أسرة. نشوف مع بعض أولى هذه هذه المداخلات، لأن من 28 فبراوري، لأن هالشيء يقلل من احتمالية الخروج عن نعم، وأنا واحد من الأبناء خروج عن الأخلاقيات وعن المألوف، وأنا واحد من الأبناء أقول لا. يارا الهاجري بالتأكيد، وذلك للحد من تأثر الأبناء وخاصة المراهقين بالعادات الدخيلة على مجتمعنا واللي ممكن تدخل لهم عن طريق مواقع التواصل. قطر زد 93 أكيد وأؤيد بشدة، خاصة الأطفال والمراهقين. ساتو إكس 2X أكيد، ولكن بتوعية وإرشاد وبدون عنف. فاطمة العنزي تقول أكيد لازم هناك مراقبة وخاصة على المراهقين. أم خالد نعم، لأن هذه المواقع تكون لها خطورة على الأطفال، لأن فيه نوع من الترهيب الملاحقة يتم عن طريق ترقة الهوية الشخصية للأبناء، وأيضا الكاميرا يعتبر خطر كبير يهدد أفراد البيت، فقد يفتح الأبناء الكاميرا وهو لا يعرف خطورته. وهناك أيضا مواقع مضرة بالأخلاق وتعارض الدين الإسلامي، وأيضا مواقع الألعاب، هناك بعض الألعاب الغير صالحة لثقافتنا مثل القمار وغيرها، والإدمان على الألعاب التي تساعد الأبناء على تنمية العنف والتعصب والعدوانية. جبر 87 أيوة، من وجهة نظري يجب استشارة المهتمين بمواقع التواصل الاجتماعي من الخبراء المستشاريين التربويين لضمان هذه المواقع الاجتماعية ليس لها تأثير سلبي على الأبناء، أيضا على حتى الخبراء يقوموا بإرشادهم توجيههم بطريقة صحيحة، تقديم النصائح للأباء بكيفية حظر المواقع التي قد تكون بها بعض الأمور الإباحية. جميل. أبو علي 2022 يقول من وجهة نظري فإن مراقبة تفاعلات الأبناء على مواقع التواصل تكون من خلال توجيههم نحو ما ينفعهم ونصحهم، لا بالتدخل المباشر القسري الذي قد يتسبب في خلق مشاكل لا طائل منها بين الأبناء والأباء. وجبر نعم، أؤيد مراقبة الأهل لاستخدام الأبناء لمواقع التواصل الاجتماعي، لأن وصل اهتمام وهوس الأبناء بمواقع التواصل لحد الإدمان والانعزال عن العالم وإهدار للوقت بلا فائدة، فهي بوابة مفتوحة على عالم كبير مختلف يحمل الصالح والمفيد ويحمل الغير صالح والغير مفيد. أي والله. نجوى تقول بالنسبة لي لا وبشدة، مدام أنا أراقب أبنائي يعني تربيتي خطأ، يجب أن نعطي لأبنائنا الثقة. صح. وأيضا تقول وأشكر المذيعة والمذيع على البرنامج، شكرا لك أخت نجوى. نختم بمشاركة وايت ستار، أنا أؤيد أن يكون هناك نوع من الرقابة لأن هذه المواقع قد تؤثر على حياة الأبناء الدراسية بالتأكيد، أيضا العاطفية، فيجب على الأب والأم أن يكونوا أصدقاء للأبناء على مواقع التواصل الاجتماعي. ملخص الكلام أعزائي المشاهدين، كونوا أصدقاء لهم وكونوا أيضا قريبين منهم وتابعوهم ولا تراقبونهم، وراح تكسبون ثقتهم إن شاء الله، وراح تتابعونهم وراح تكتشفون أمور كثيرة إيجابية والقليل منها سلبية بإذن الله تعالى. أيضا موضوع أسلوب النصح والإرشاد بالنسبة صحيح. للأبناء لا تستخدمون الصوت العالي صحيح. والتهديد في نفس الوقت، لازم يكون في أسلوب من خلاله هذا الأبن أو هذه الأبنة يستوعبون كلامكم ويعرفون أنه في مصلحتهم هذا الكلام. وياريت اليوم تطرحون هذا السؤال اللي طرحناه لكم اليوم بينكم كأسرة، هل تأيدون إحنا نراقبكم ونتابعكم ونشوف وين تدخلون وش تسوون وش تشوفون؟ خذوا رأيهم بعد، يمكن تسمعون رأي طيب، يمكن هم يحسون إن في متابعة من ولي الأمر بطريقة غير مباشرة ويمكن ينتبه، وهذا مش خطأ طبعا يكون في حوار بيننا. نعم. خلاص. هذا كان موضوعنا اليوم. يلا. موضوع سؤال الحلقة، شكرا لكم لتواصلكم من خلال مشاهدة الحلقة وأيضا المشاركة على السؤال. في نهاية هذا اللقاء لكم أحلى وأرق التحايا من أخوكم حسن الساعي ومن أختكم أسماء الحمادي، بحب وابتسامة نقول لكم مع السلامة. مع السلامة. يلا مع السلامة. تعب هالقلب هالقلب من جروحه، حلف لا روح ولا سافر ولا فارق هوى الدوحة، حلف لا روح ولا سافر ولا فارق هوى الدوحة. Thank you.
ربك يعد فيها ألف بحار هواك الدوحة هواك بيوفي لفح النار هواك الدوحة هواك بيوفي لفح النار ربك يعد فيها يعد فيها ألف بحار مثل الطير لولا الشوق.